الله يسعد لي اموركم اخواتي. اليوم راح نحط فطور بس شغله فوقانيه على الاخر، فتعالوا نعملوا سوا. ويلا يا بسم الله. مرحبا اخواتي حبايب، كونوا اساتا بموسم الخضره البلديه، فالسور كبزيت يوم ايه يوم ايه، لا غنى عنا يعني. بس هالمره عملتها خشنه شوي والله وطلعت طيبه تراها، يعني جربوها خشنه ما بتندموا. بعدين فتحت البراد جبت كمشه زيتون، بس راحوا نصهم بالصحن ونصهم برا وكمان كمشه عطون. شو عنكم زعتر بهالنمليه حطوا او عصيره الزعتر؟ سمعت انه زعتر الاسره قدمت لجوء باوروبا، قال صارت كل الاسره هنيكه. الله يسر لهم ربي. وصحن لبنة، وهذه الجبنة ما بقى عندي غيرها بس طيبة كتير اخواتي. ولا مانع من بعض التحلاية، فرمتين ثلاثة حلاوة وكمشة قشطة، يمكن صار لها عندي بالبراد شهرين ونص بس اسا لونها ابيض اخواتي. واخر شي بيضة تنتين ثلاث حاجة كمان البركة. الله اكبر، قال عينك ما منك بطنك ما منك. صلوا على النبي اخواتي. حبايب هذا منظر الفطور، بده جنبه موسيقى هادي او يحطوا شي غنية لفيروز، بس انا لا، راح احط لكم هلا موسيقى، واللي بيحزر شو هي هي الموسيقى يكتب لي بالتعليقات، ويلي بيربح راح ربحه كمشة زيتون وربع قالب سوركة. اخواتي واللي ما متابعني تابعني وتفضلوا على الفطور، والف صحة وميت هنا لكو حياتي اتو.